معانا على التليفون الأستاذ سمير رجب، يعني طبعا قامة صحفية يرفع لها القبعة. مساء الخير يا أستاذ سمير. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ربنا يخليك. أستاذ سمير، شايف حادث المنيا أو الأحداث اللي بتحصل في المنيا إزاي؟ والله أنا شايفها يمكن بنظرة مختلفة. الصعيد، ألو؟ أيوة معاك يا فندم. الصعيد كله حوادث أخذ سقف. فأنا رأيي اللي بيحصل في المنيا ده بعيداً عن الإرهاب وشيء من هذا القبيل، إنما دي حوادث أكثر بالثأر التي تشترك بها الصعيد وتشترك بها المنيا بالذات. الحادثة الأخيرة دي اللي عاوزين يصوروها إنها حادثة إرهابية، دي مشاجرة عادية من قتل من حمال ولو حارس الكنيسة إلى راجل وأخين. صحيح إنهم مسيحيين والراجل الثاني مسلم، لكن أكثر خناقة عادية. أنت عارف برضه في المنيا استخدام الصعيد كله استخدام الأسلحة أمر سهل، فطورت المشاجرة إلى إطلاق الرصاص. فكل دي هذه حوادث بتعكس طبيعة الهوية الصعيدية وطبيعة السلوك الصعيدي بعيدة كل الدول عن والدليل أن هناك بعض الأصوات علت مؤخرا تطالب البابا طنطروس بتأجيل أعياد الميلاد أو الاحتفال بأعياد الميلاد. البابا رفض منع منه عدد لو تنوع من انواع الارهاب المتعمد. تمام استاذ سمير، يعني هو فيها طبعا الشق الجنائي واضح جدا، وفي اختلاف في الاراء على ان دي عمليه في ارهاب فيها او في عصبيه او في زي ما حضرتك بتقول ان هي برضو حكايه الطرف الصعيد والكلام ده كله، فيعني الاراء متعدده في هذه النقطه. ولكن غلق كنيسه كوم الراهب، ما دي برضو حادثه ثانيه حصلت قبلها بثلاث اربع ايام، كنيسه بيصلي فيها المسيحيين، لكن طبعا التراخيص مش موجوده بالكامل، لكن الموظف المسؤول عن الكهرباء وعن الميه قام بالقطع واعترض المسيحيين فقاموا بضرب وغلق. وطبعا يعني اخر حاجه ان المكان يفضل مفتوح رغم ان قانون بناء الكنائس بيقول ان الكنيسه اللي بيصلى فيها تقنن اوضاعها وهي برضو مستمره في موضوع الصلاه. شايفها ازاي برضو يا استاذ سمير؟ بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه. امبارح الرئيس عبد الفتاح سبيل المثال وهو بيتفقد الحي الجديد اللي اسمه السلام 2 ادى توجيهاته ان لازم تقام كنيسه وفي خلال فتره زمنيه وجيزه. العاصمه الاداريه لو قيمت احدث واغلى واعلى كنيسه في الشرق الاوسط كله يمكن في العالم. فانا عاوز اقول ان ليس هناك تعنف من قبل الدوله لتعطيل الكنيسه او لتعطيل الثروات. في بعضها تصرفات بتفاصيل فعلا زي ما بيروح مثلا يجي يطالب مؤسسه صحفيه على سبيل المثال بالكهرباء يقول له والله احنا الكهرباء بتسالك على اقساط او احنا مؤسسة في الكهرباء بيقطع النور بيقطع النور بالظبط زي ما الراجل ده بيتكلم قطع النور عن الكنيسه ممكن يقطعها عن الجامع. فده انغلاق فكري من قبل الناس بعض الناس. تمام، الدولة بتقابله ازاي بقى؟ يعني الدولة بتقابل الموضوع ده ازاي؟ بتحله ازاي؟ ما هو بيفضل مستمر. بتقابل تبع بكل حزم مع الاستقامة هذا التصرف الطويل، بكل حزم بيجازى بيتحاكم دوليا وجنائيا يمكن حتى كمان. فالدولة بتقابله بكل حزم. وزي ما قلت لحضرتك الدولة حكمت فترة زمنية معينة في قيود على بناء الكنائس وفي قيود على توسعة الكنائس، دلوقتي مفيش، دلوقتي في رئيس الدولة نفسه بيحث على الكنائس وبيوجه بضرورة أن تكون الكنيسة يعني رئيس رئيس الدولة رئيس الدولة على عيني وعلى راسي وتوجهاته أنا بحترمها ويعني وفي وضعها الصحيح، لكن ما يحدث في الصعيد وخصوصا في المنيا خارج خالص حتى طموحات الرئيس. يعني كل يوم والله انا رايي دي بص حضرتك انا رايي دي سلوكيات اهل المنيا. انا ليا ناس مسابي عايشين في المنيا او غير معقم من المنيا لغايه دلوقتي بتحكمهم التصرفات الصعيديه جدا رغم انهم كلهم. طب والقانون فين يا استاذ سمير؟ يعني التصرفات دي احكمها بالقانون، اين تنفيذ القانون؟
الحاجات العرفية لسه ما زالت قائمة حتى الآن يا أستاذ سمير، حضرتك عارف. والحاجات العرفية دايما بتيجي على الضعيف، ما هو دايما كده، الضعيف هو اللي بيجي عليه. لا الضعيف، ما هو حضرتك حاجة، بتيجي على الضعيف لما يكون مقدم وبتتطرق أيضا إلى مثلا وزير المحافظ إذا كان مسؤولا، مثلا إلى وزير الإدارة المحلية إذا كان مسؤولا. مين قال إن هي بتيجي على الضعيف؟ تيجي على الضعيف ولكن بتتطرق إلى الأكثر والأكثر. وانا رايي ان التوجه حاليا مختلف تماما من زمان، دلوقتي لا احد فوق المساهله. وانا رايي ان اللي بيحصل في مصر هو يعني المحاكمات التي تتم للمقصرين او المتهاونين او الفاسدين خير زلاله وابلغ شاهد، على ان الدوله لا تقصر ولا تاخذ كبش فداء احد. ما هو الدوله هنا حضرتك تقصد بيها الرئاسه بس ولا تقصد بيها كل الاجهزه التنفيذيه؟ طيب يعني في مقال كان للاستاذ وحيد حامد برضو ده لرؤيه ان الدوله هواها سلفي في بعض الاماكن، حضرتك تعليقك ايه على المقال ده؟ ده من اسبوعين او ثلاثه. انا رايي شخصيا ابص كده، انا مختلف تماما فيما يكتبه الاستاذ وحيد، رغم يعني اعتزازي به وهو من صداقتي لهم، ان انا اختلف تماما لو هو كده عنده اما ناقصه او مشوهه او له فكر معين، انا بختلف معاه ولا اوافقه عليه. طب الحاجات اللي هي بتتسم بالطائفيه وفيها عصبيه تتحل ازاي من وجهه نظر حضرتك يعني؟ تتحل بان احنا لابد ان يعني او يعود الصعيد الى ما نسميه بالتراث الثقافي المتحضر. يعود من خلال الادوات، من خلال المحاضرات، من خلال الاعلام، من خلال الموجد نفسه، من خلال الكنيسه، من خلال الناس بعضهم ببعض، هم دول اللي يشكلوا الوعي الاجتماعي والسياسي الجديد. انما نفرض عليهم اشياء ذاتيه من هنا هناك او من بعض الاطراف الممزوجه في الداخل او في الخارج، فهذا لا تاتي من اكيد اسئله. طب المقصر ده نعمل فيه ايه؟ يعني المقصر في اللي حضرتك بتقول عنده في اي موقع يتعمل فيه ايه؟ يعني ازاي يبقى فيه رقابه للدوله على معاقبه المقصرين؟ انا عاوز اطمئنك ان المقصر يعاقب معاقبه صارمه، وانا شخصيا في مقالاتي بتطالب تماما بان المقصر لابد ان ينال اقصى عقاب. وان سواء في كل حاجه، سواء في المجلس المحلي، سواء في وزاره الخضايا يحتاج المعنويات الموت كما نسميها، سواء في وزاره الزراعه الاعتداء على الاراضي الزراعيه او الاغراضيه، المقصر لابد ان ينال جزاؤه. وطبعا مطالبون كاعلاميين ان نركز كل جهدنا وكل همنا على طرود المقصرين في اي موقع كانت. تمام، يعني حضرتك مع القانون وتنفيذ وسيادة القانون في كل مكان، لكن ومع ذلك المجالس العرفية في حتى برامج في قنوات في التلفزيون بتدعو لها الآن، يعني حتى الآن في برامج شهيرة دلوقتي كمان على دي ام سي، يمكن من القنوات اللي بتتبناها الدولة أو بتتبناها الحكومة أو بتتبناها الرئاسة، ومع ذلك بتدعو للجلسات العرفية، حضرتك رأيك إيه؟ المدارس العرفية دي ما نقول نوع من انواع الفرد والذات المستهدفات، ما المدارس العرفية لما جزء من انواع إزالة الخلافات بين الناس بعضهم في بعض، وهذه المدارس العرفية حلت مشاكل كتير فعلا. والمدارس العرفية دي بتضم الجهات التنفيذية وتضم اعيان البلد وتضم رجال القانون وتضم أساتذة الجامعات وتضم المواطن العادي في القريه او المدينه. طب ولو لو لو في طرف بيرفض المجالس العرفيه، هل من حقه ولا مش من حقه؟ لا مش من حقه. مش من حقه يرفض المجالس العرفيه. مش من حقه يرفض المجالس العرفيه. يعني لو الطرف لو الطرف القبطي في بعض المحافظات رافض المجالس العرفيه، مش من حقه يرفض المجالس العرفيه. لا مش من حقه يرفض، لانها ديت مسألة أولا قديمة وكده من الأزل وبتطبق. أشكرك على توضيح هذه النقطة وشكرا، وأنت طبعا قامة إعلامية رائعة، وشكرا على المداخلة،
وبنشكر الحديث معك ونتمنى التواصل في بعض الآراء التانية، رغم ممكن أن أنا أتفق أو أختلف معك لكن أحترم رأيك بشدة. شكرا أستاذ سمير راجل. شكرا. أنت شكرا يا فندم. مش من حق الأقباط يرفضوا المجالس العرفية. راجل صحفي قام في الصحافة أستاذ سمير رجب، كان يعني بيرأس الجمهورية بكل أبعديتها، وكلمته كانت مسموعة في عهد الحزب الوطني الديمقراطي، وسمير رجب اسم معروف بيقول مش من حق الأقباط يرفضوا المجالس العرفية، رسالة حتى لو جارت هذه المجالس العرفية على الأقباط، مش مهم، هي كده زيها زي القانون، زيها زي القانون، احنا بنحط يعني النقط على الحروف يعني. عشان كده مدير الامن ساعات بيتقاعس عن تطبيق القانون لان في مجالس عرفيه، وايضا المحافظ لان في مجالس عرفيه، ورئيس الجمهوريه ما خلاص ده نظام معترف بيه وبيحل ازمات، والتقارير بتقول له اه ده احنا حلينا 80 مشكله بس فاضل مشكلتين ثلاثه ولا حاجه. طبعا القانون في غياب مستمر. معانا سيادة المستشار الأستاذ ممدوح رمزي. مساء الخير يا أستاذ ممدوح. ألو؟ أيوه أستاذ ممدوح رمزي، مساء الخير. أهلا بيك يا أستاذ عادل. ربنا يخليك. لسه كان معانا الأستاذ سمير رجب وقال ليس من حق الأقباط أن يرفضوا المجالس العرفية. رأي سعادتك إيه؟ لا ده راجل بيهرج وراجل ظاهر يتخرف على آخر أيامه، يعني ايه اللي ليس من حق الاقباط؟ اما الاقباط دي جاليه جايه من اليونان وارمينيا فبتقبل ما يفرض عليها، ده حتى الجاليات يا اخي وضعهم افضل في مصر، افضل من الاقباط اللي هم اصل البلد واصل مصر. فبلاش التخاريف اللي بتتقال دي، انه ليس يعني ايه ليس هو احنا عبيد ابوه يعني مثلا عشان يفرض علينا حاجة ونقبلها؟ هو بيتكلم عن واقع برضه يا أستاذ ممدوح، وما بيقولش رأيه الشخصي، هو بيتكلم عن واقع موجود ومفروض بالعرف، وقال إن لا مش ليس من حقهم لأن ده عرف من زمان، لازم الاتنين اللي يتغلب يعني إيه العرف بيتغلب على القانون يا أستاذ؟ آه واضح كده، ما هو في مصر كده، الصعيد كله كده يعني يا أستاذ ممدوح. هو بيتكلم في حدوده، لكن ما يجيش لجا القانون زينا ويقول لك ده عرف سائد، يعني إيه عرف سائد؟ طب القانون عام، رجال القانون عملوا ايه في المجالس العرفيه دي يا استاذ ممدوح؟ عملوا ايه؟ يا استاذ تحصيل حاصل طبعا، وشيء ممجوج ومرفوض، ويعني استهبال زي ما اقول كل ما تشاء في الجلسات العرفيه، لانها معروفه انه ايه لما هم حاولوا يضللوا الناس ويقول لك ان هم كانوا بيقاوموها وعايزين ياخذوا سلاحه والكاميرات فضحتهم. استاذة هايدي، يعني من ضمن اللقاءات النهارده من ضمن المداخلات كان مداخله مع الاستاذ سمير رجب، وده كان يعني قامه كبيره جدا في الاعلام وقت الحزب الوطني، وكان هو بيدير الجمهوريه كلها صحافه، ويعني حتى في الاعلام اللي مسؤول عن صحيفه الجمهوريه ومشتقاتها بكل المجلات التي تحويها. قال ان المجالس العرفيه دي عرف من الدوله من زمان ولا يمكن الغائه حتى لو المسيحيين مش عايزين. حضرتك ترد عليه تقولي له ايه؟ معلش اقول السؤال تاني عشان كان حواليا ناس. هو بيقول ان المجالس العرفيه ده عرف من الدوله من زمان ومعترف فيه من قبل الناس، وليس من حق المسيحيين انهم يعترضوا عليه او انهم يلغوه. يعني ده اي دوله ديمقراطيه ليها هذا العرف، ولا يعني ولا البدو بس هم اللي بياخدوا هذا العرف؟ ما ينفعش نعرف بين الفرقتين، يا ابيض يا اسود، يا قانون يا ده رجل اعلام يعني وصل الى ارفع المناصب الاعلاميه في مصر زي ما هو عايز. معلش ما احنا عندنا برضه ناس واصله قوي. معانا استاذ جورج من نيويورك. مساء الخير يا استاذ جورج، اتفضل. استاذ عادل، بالنسبه للجلسات العرفيه، لما الرئيس جمال عبد الناصر اتوفى ما كانش في حاجه اسمها جلسات عرفيه، من بعد محمد علي اتلغت الجلسه على الاقباط، ده تاريخ. ايوه وكان في الجيش زي البوست لغايه ما جت طاوي ابتدت المشاكل وابتدت تطلع لمراكز التدريب. تمام. وابتدت تزيد اعمال السلفيين في الجيش حتى.
فهقول لحضرتك ايه، الجلسات العرفيه دي ما كانتش موجوده، اللي موجوده في السعوديه عند القبائل اللي ما لهمش قانون، لكن مصر دوله طول عمرها فيها قانون وبتحترم القانون. تمام، وبقى تجيب نرفض الجلسات العرفيه، ده موضوع المداخله، احنا بنرفض الجلسات العرفيه حتى لو الدوله عايزاها تستمر. حتى ده المفروض ان هي الدوله تلغيها عشان بالظبط كده يعني، بالظبط ان الدوله هي اللي تسعى لالغائها يعني. بيزقونا دايما للدول دي ويقبضوا على ناس يقولوا مش هنطلع المسلمين مع اللقباط يعني الضحيه بالقاتل. معانا مدام ناديه، مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ عادل. اتفضلي يا فندم. انا بؤيد الوقفه الاحتجاجيه. تمام. وبقول للاستاذه هايدي وكل اللي معاها، استاذه رئيسه القناه، رئيسه قناه كوبتك سيت، لازم كمان ينادوا ويعملوا اللافتات المناسبه لجلسات النصح والارشاد ترجع تاني. تمام. وارجو منها كمان تكتب عن خطف البنات، ويكتبوا اعداد البنات اللي بتتخطف. في برامج حقوقيه فعلا في القناه هنا بتتداول هذه المواضيع وبجديه، وكل اسبوع الجديد فيها طبعا. شكرا. شكرا. وانا مؤيد هذه الوقفه، والحد الجاي لازم الناس تطلع من الكنائس وتقف معاهم. يا رب. احنا بنقف وبنحيي كل زعمائنا لما بيوصلوا لامريكا. دلوقتي احنا المسيحيين بتتذبح ومحدش سائل، فالاسلوب ده هو لا يخليهم يعرفوا ان في ناس عايشه لسه ما ماتوش، لسه فضل شويه قليلين. فاحنا هنا في امريكا لازم نحافظ على القله القليله من اللقبات اللي فاضله. شكرا. تمام. شكرا يا مدام ناديه، ومداخلتك وصلت. نرفض المجالس العرفيه، نرفض اي شيء يهين المسيحي كمواطن، المصري المسيحي كمواطن من الدرجه الثانيه ولا الثالثه، هو مواطن من الدرجه الاولى، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. ناخد بنت الرب على التليفون معانا. مساء الخير يا بنت الرب، اتفضلي. سلام يا استاذ عادل. اتفضلي يا فندم. انا ليت اولا تعازينا للشعب المصري والشعب القبطي على كل الاحداث اللي بتحصل. تمام. وانا ليا وجهه نظر ان احنا شعب نساي، بمعنى كل حدث بيحصل بعد تطيب الخواطر اذا كانت بالقانون او بالعرف او بواتفر ايه اللي بيتم، شعب بينسى، بيتلهي في المسؤوليات بتاعته وبيتلهي في اللي بيحصل. اتمنى من الله ان القنوات الدينيه المستقيمه تفضل تعرض الأحداث بصفة مستمرة. هي مش موضوع وجع قلب للشعب وإن إحنا بنذكرهم بوجع القلب، لكن إحنا بنذكر إخواتنا إن يبطلوا اعتداء علينا. تمام. أتمنى تكون وجهة نظري وصلت. وصلت يا فندم. وأتمنى إن كل اللقباط يفهموا إن إحنا مش ملطشة لحد. تمام. أشكرك. شكرا يا فندم. شكرا. سلام. ربنا يخليك. احنا لا يمكن نكون ملطش، احنا شعب عريق جدا. معانا الاستاذ عادل. مساء الخير يا استاذ عادل، اتفضل. مساء الخير يا استاذ عادل، اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. احنا طبعا ضد اي حاجه اسمها العاده العرفيه والكلام ده كله. ويمكن الاستاذ سمير رجب ما يعرفش ان القانون ما فيهوش لا نص ولا دستور بيقول ان في عادات عرفيه. ايوه. العرف هو موجود فعلا بس في القانون التجاري. القانون التجاري في حاجه بتقول لك المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ده في القانون التجاري بس. ايوه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه الاستاذ المحامي اللي كان معاكم داخله، يعني انا بحييك جدا انك انت بتتعامل معاه بشكل يعني محترم جدا ومع كل الناس بشكل احترامي. اولا مع برنامج الشعب المسيحيين طبعا، لو هو كان بيتفرج عليهم عملوا عمايل فوق ما يتخيل. هو ما شافش طبعا بس بيتكلموا بس. كلهم عملوا ما لا يعمل، لكن مين هيسمع لهم؟ ما حدش قادر. الرئيس السيسي نفسه محترم و100% بس مش هيقدر لوحده. هو واحد والعدد البلد 130 مليون. فهو بيعمل كل ما يقدر عليه. بيتهم البابا ان هو مقصر. هو نفسه عمل ايه؟ ما هو ما شفناش حاجه عملها، هو بس كلام. فياريت يعني كل واحد يا اما يقدر يعمل يا اما يسكت. لكن ما نبقاش ان احنا هنقاتل ضد الجماعات الارهابيه
وهنقاتل في بعضينا. أن نعمل معا ولا ننقد الآخر، لأنه في وجهة نظري الشخصية أنه لا يعمل، بس هو بيعمل من وجهة نظر الآخرين. كلامك مظبوط. والله يا أستاذ عادل يعني حاجة تحزن. إحنا لابد يعني لا ننظر إلى الخلف ولا الوراء، ولا نعطي الموضوع أكبر من صفات، لأن مش ممكن يكون قداسة البابا وأي أسقف ضد مصلحة شعبه ورعيته، يعني لا يمكن، مستحيل. ففي حدة لما نوجه الكلام لقداسة البابا. وأنا جبت مثل النهاردة، حتى الكشح كانت واسطة لقداسة البابا شنودة المتنيح، وقال رأيه بكل جرأة سنة 2001، وقال أهو، قال النائب العام بيقول إيه، بيقول إن قصور في التحقيق وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون. يعني النائب العام بيوصف إن مفيش بلد، والبابا شنودة بيقولها في محاضرة عامة. فيعني كانت جرأة منه، وما بنقولش رأي سياسي، لا، ده كان وضع مجتمعي كانوا موجودين فيه، والبابا وصل له وقال رأيه زي ما البابا تدرس بيقول رأيه برضه. بس ممكن يبقى الحكمة تتطلب منه انه ما يقولوش في العلن، او التصدي، او ان العنترية في الرأي، ده اللي انا عايز اقوله. لكن طبعا هو بيعمل لصالح الكنيسه ولصالح الشعب المسيحي، ده بلا اي شك. يعني والله يا استاذ عادل ربنا مديك حكمه عاليه جدا 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 في كل حديثك وفي كل ردك وفي كل اسلوبك. ربنا يخليك يا حقيقه البابا والشعب الكنسي والاعضاء كله بيعمل بجد واجتهاد غير طبعاً عادي. طبعا 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 الأصغر أسيس في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، ومش هقول أسيس بس في الكنيسة، والكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية المصرية، كلهم بيعملوا لصالح الكنيسة عامة ولصالح الشعب المسيحي، بل لصالح مصر ككل. مظبوط يا أستاذ، ربنا تمام. هو عمل زي الشعب المسيحي لما قال لك من هيعمل ما هيعمل ضدي. تمام، يعني هو ضد المسيح في كل الأوقات، واحنا حربنا ليست مع لحم ودم ولكنها مع اجناد الشر الروحيه، وانت عارف متمثله في افكار بعض الناس. شكرا يا فندم. مدام ساميه. ايوه اوكي، مساء الخير يا استاذ علي. اتفضلي يا فندم. اوكي، حضرتك انا عارف، انا يعني هقترح اقتراح واحد بس. اتفضلي. يا ريت الضباط اللي في مصر ما يحضروش ليله العيد اللي بيروح فيها البيه السيسي عشان يسقفوا ويهللوا ويقول لهم انا بحبكم وانا وانا الكلام الفاضي ده. طب انا اقول لك حاجه، يعني هو العيد ده احنا واخدين مظاهر العيد ان هو فرحه شخصيه، هو العيد عندنا صلاه. العيد لا عندنا، بس هو بيروح، ما هو لازم بيروح. هو لازم يروح بصفه رئيس الدوله ويقدم التهاني بالعيد، دي حاجه بروتوكوليه. يعني اقصد ايه، ما ناخدهاش بالمعنى ان هي دي اللي هتوقف الحكايه، لا عايز اقول حاجه، يعني الحاجات البروتوكوليه خليها ماشيه عادي. الناس اللي بتسقف في الكنيسه احنا بنقول ان مفيش تسقيف في الكنيسه، فيتقال ويتكلم السيسي ونشوف وجهه نظره ونرد عليه برضه. وجهه نظره لازم يبقى فيه الراي والراي الاخر. يعني انا بحترم رايك جدا وبحترم ان، بس ان احنا ما نروحش الكنيسه عشان نصلي، انا مش معاكي في دي. انا اروح كنيسه تانية، مش لازم اروح هي العاصمه الاداريه الكنيسه اللي فيها البابا. يعني انا اسيب قداسه البابا واروح اصلي في حته تانية لو انا قريب من العاصمه الاداريه؟ حضرتك يعني ازاي انا اروح اصلي واخويا بيتقتل قدامي؟ ازاي يروحوا؟ وازاي هو قال له انا حبيبكم؟ طب هقول لك حاجه بس انا بحترم شعورك جدا وبقدره، وحاسس ان في مزج في الشعور نفسه ما بين الحزن وما بين ما تفعله الكنيسه من طقوس. تعرفي ان ماري مرقص الرسول استشهد ازاي؟ حضرتك ده ايام العصر الاستشهاد، يعني احنا وجانا ماشي، ما احنا يعني عصر الاستشهاد لم ينتهي، بس هو استشهد ازاي؟ استشهد ازاي؟ قولي لي بس، خليني معاكي كده. اتاخد من على المذبح وهو بيصلي واتسحل واستشهد، هل المسيحيين بطلوا يصلوا بعد كده؟ هو ده اللي انا عايز اقوله. بس عشان يعرفوا حضرتك، اياميها كان انتشار المسيحيه لسه جديد، لكن دلوقتي عشان يعرف ان هم مش قابلين الكل ده، هو ما بيسالش عن حد خالص، لا اللي اسمه جورج باروما ولا ما هو الزمن بيعيد نفسه. هو في رجل من رجال الشرطه وصل لغايه جوه، ولو معاه سلاح كان ممكن يقتل الكاهن اللي على المذبح وبيقول لهم انتوا كفره بتعملوا ايه؟ ما انا بقول لك التاريخ بيعيد نفسه. وكل ده هو مش شايف وسامع؟ شايف وسامع، وعايزين نسمعه اكتر ونشوفه اكتر، ايه المشكله؟
ما حضرتك اصل انا لما اروح وهلل واتبسط واقول له لا ما التهليل انا ضد التهليل انا معاكي ضد التهليل لكن الجفا والبعد عن ان احنا نعرض قضيتنا ده نوع من انواع التقوقع والتشرنق واحنا مش عايزين كده. ما حضرتك هو عامل نفسه مش سامع وعارف لا لا كده يبقى سامع واقفه احتجاجيه قدام القنصليه الاعلام قناه بتذيع حقوقيات وبتذيع سياسه يعني اكتر من كده نقول ايه ومع ذلك يعني صدقيني يعني يعني عايز اقول لك ان مش هو افضل واحد على الساحه لا يعني يعني هو المتاح دلوقتي هو المتفاهم معانا وهو اللي فاتح القضيه دلوقتي فاحنا بنحل حلول في القضيه طبعا الاتحاد قائم الاتحاد قائم انا معاكي احنا بنرفض ان احنا نموت في الشوارع بنرفض ان احنا نموت برصاص البوليس بنرفض ان احنا كنائسنا تغلق وده اللي احنا بنقوله. شكرا على المداخله ورايك وصل ومع احترامي لي يعني انا ضد ان احنا ما نحتفلش باعيادنا. معانا الاستاذه سهام مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ عادل اتفضلي يا فندم. انا طبعا بؤيد الوقفه الاحتجاجيه بس كنت عايزه اطلب ان احنا نطالب فيها ان مدير الامن والمحافظ بتاع المنيا لازم يتشالوا وكان نفسي ان الوضاء وكلاء الانبياء النيابه اللي هم من خارج الازهر لازم يستبعدوا من اي قضيه فيها طرف مسيحي. لا هو اي حد يغلط يعني انا مش عايز يعني انا مش عايز الموضوع يبقى عام لان في من خارج الازهر كلهم ارهاب لا في يعني اقول لك حاجه محمد عبد الله نصر من خريجين الازهر مفتي استراليا من خريجين الازهر نادر قوي يا استاذ عادل ما هو يعني يعني حتى لو نادر ان هم برضه في رموز من حضانه لا لازم يبقى في لازم يبقى في حاجه السلفيين بيعلموا الاطفال ازاي يقتلوا اصحابهم في حاجه خاصه يعني بالوظائف اللي هي الدورات التدريبيه انا معاكي وخصوصا لامناء الشرطه اللي يمسكوا السلاح حصل فيه ايه؟ هل الاجوره الدير لسه متحاصر ولا الناس دي دخلها لا لا طبعا دخلوا الناس الا كانوا عملوا حاجه تاني يعني دخل لهم طبق طبعا متشكره خالص العفو يا فندم وطلبك واضح استاذ وجدي معانا مره ثالثه اتفضل يا فندم انا معاك اتفضل يا فندم كنت عايز اعمل مداخله بالنسبه لمكالمه الاستاذ سمير رجب اتفضل يا فندم سمير رجب بيتكلم من عهد مبارك والحزب الوطني والكلامه اللي بيقوله كلام مش معقول لكن هو برضه بيقول كلام على اساس انه بيطبق بيت العيله اللي هو ماشي دوت هو اللي بيطبق الجلسات العرفيه يوم ما ضحك علينا شيخ الازهر وقال بيت العيله هو كان يقصد انه يعمل بيت جلسات العار اللي بيعملها ديك بيت العيله اللي هو عامله ويوم ما اتزنق بيت العيله والانبا مكاريوس قال انا مش ماشي ومش موافق عليه شيخ الازهر نفسه وقال له مين قال ان في بيت يعني انت بتعترض على المجالس العرفيه ولا بتعترضش عليها؟ انا معترض 100% على المجالس العرفيه تمام شكرا يا فندم وصلت المعلومة معانا مدام بهجة اتفضلي يا فندم مدام بهجة ايوه اتفضلي يا فندم انا يعني بشكرك جدا على البرنامج النهارده وبشكر مدام هايدي ان هي واقفه بنفسها وبتعمل وقفه احتجاجيه على اللي احنا فيه بس انا معلش انا هخرج من الموضوع حاجه بسيطه كده وهقول للجماهير كلها اللي سامعاني دلوقتي لو تفتكروا الجامع ابن طولون في مصر ده كان هيتبني كان عايز ابن طولون كان عايز جامع فخم قوي وكان عايز هيتبني ان هو يهد كل الكنائس ياخد اعمده منها ويبني الجامع ده طلع مهندس نبغه مصري مسيحي وقال له لا انا عندي طريقه ثانيه وبناه بطريقه لغايه دلوقتي يعني تحفه تمام وفاد الكنايس بعد ما ده حصل ابن طولون عرض عليه الاسلام لما رفض وابى امر بقتله بقطع الرقبه فانا بقى من هنا بقول للرئيس السيسي حتى الصحفي اسمه تمير رجب ده مش صحفي كان كبير صحفيين يعني سوري يعني انا بقول له ده الشخص اللي ربنا جابه في الحلقه النهارده عشان يقول لك دور واعمل انفستيجيشن عشان انت راجل مخابرات جوه المؤسسات اللي باينه محترمه وتحت الاحترام ده حاجه وحشه مش قادره اقول عليها دور واعمل انفستيجيشن في المدارس بين المدرسين بين الدكاتره بين العلماء بين الصحفيين مين الجاسوس اللي سلفي اللي بيضيع القضيه انت كانسان رئيس لبلد محترمه
وانت محترم واحنا كمسيحيين احترمناك وانتخبناك ووقفنا في ظهرك، انت لازم تعمل حاجة. تعمل حاجة ايه؟ اضبط بلدك، شوف اللي من تحت لتحت ده، شوف الناس اللي عايزة تخرب البلد. ما تأمنش هقول لحضرتك الراجل اللي قتل النقيب ده، اللي قتل الاثنين يعني النهاردة ده ولا امبارح، ده من شرطة، ده لو معمول له انفستيجيشن وفي شغله انه انسان محترم حامل سلاح عشان يحمي الناس، جواه انسان حقير كده ومش يعني ما عندوش اي مبادئ انه يموت الناس بدون سبب، يبقى ده ايه؟ دور بقى في الجيش، دور في الشرطة، دور في الاعلام، دور في المدارس، دور في كل حتة. نقي نقي زي ما ربنا بينقي نيتنا، نقي الاماكن دي عشان بلدك تعلى، عشان انت ما تقعش. دي رسالة من برنامجك حوار ورسالة من انسانة مش مثقفة اعلاميا ولا حاجة، بس عندي مثقفة جدا، انت قلتي كل حاجة. شكرا جزيلا، والنقطة وضحت وبانت. على فكرة البلد الهواء السلفي ده حضرتك عملت عليه كذا حلقة، ان البلد دي ليها هواء سلفي ومحدش سمع. يا رب من صوتي النهاردة القناة بتاعتكم تستمع عالميا ان شاء الله، عالميا عشان الناس تفهم. عشان شكرا يا مدام بهجة، ويعني شكرا على النقطة، ووصلت، وان شاء الله ينقي بيدره زي ما بيقول الكتاب المقدس.